السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم حليم، وفيديو النهارده جاي اتكلم معاكم فيه على مباراه مهمه جدا، وهي مباراه البرتغال وكرواتيا. منتخب البرتغال من احد المرشحين الكبار ان هم يحصدوا لقب اليورو 2024. نفس الكلام ينطبق على منتخب كرواتيا اللي كان وصيف كاس العالم من كاسين عالم، كان هو كان 2018 تقريبا، كان لما فرنسا حصدت اللقب فتره طويله جدا. منتخب البرتغال كمان بيقدم اداء عالي جدا، خصوصا مع تواجد الضم ضمن صفوفه كريستيانو رونالدو. النهارده كانت مباراه مثيره جدا، شفنا لوكا مودريتش احرز اول اهداف المباراه في بدايه المباراه من ضربه جزاء، وبعد كده شفنا التعادل البرتغالي بعد التغييرات اللي حصلت بعد انتهاء الشوط الاول، بعد كده شفنا العوده الكرواتيه في الدقائق الاخيره، مش الاخيره قوي صراحه يعني، والمباراه انتهت بنتيجه 2-1 لصالح كرواتيا، تالق عالمي للوكا مودريتش اللي هيستمر السنه كمان مع صفوف ريال مدريد. اليورو 2024 هتنطلق خلال اقل من اسبوع، بجد انا متوقع ان هو يكون افضل نسخه ليورو على الاطلاق، بجد في لعيبه كتيره جدا فنيا عاليه جدا. فبس كان الفيديو عجبكم لايك للفيديو وشير وسبسكرايب. كان معاكم حليم، اشوفكم الفيديو كلها، بس كده، سلام.